مش هوصيك يا حفظ يا ابني، انا مسافر مش عايز يا ابني وانا في الغربة ابقى مكروب على امك واخواتك. طمن يا ابا، تروح وترجع بالسلامة. السفرية دي جات لي بطلوع الروح وانا عجزت يا ابني، عايز القرشين اللي يطلعوا منها اسطر بيهم اخواتك. طب يابا ما تشوف لي اي شغلانه هناك، اي مصلحه، اي حاجه، بدل ما تيجي هنا البلد متكسره. يا ده انا اتحايلت عليك بدل المره 100 وانت اللي كنت نافر مني، كان زمانك دلوقتي صاحب فرن قد الدنيا. يابا ده انت نفسك كرهت الشغلانه. لا ما كرهتش الشغلانه، انا بس اللي تعبت وصحتي ضعضعت مني، ايديا ما بقتش قادره تشيل العده. والله مالك عليا يمين، لولا الشغلانه دي جات لي مشرف عمال والله ما كنت طلعتها. نجيب يا دي الصواني خلصني. الشغل عم زايد. يلا يا وديه على الفرشه لغايه السريح ما يجي. طب اقول لك ايه، ما تخليش الواد ده يتاخر عليا، انا بتخنق من وقفه السوق. يا عم شيل وخلص، انت لسه برضه هتبقى نافر مني. يلا اهو يلا يا حبيبي يلا، ده انا لسه موصيك. الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. حط عندك وروح انت غرفه ستين خراره، انت هتعد علينا التراخر. وكمان 9 شاي ده كلام برضو. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتكم كتيره ونهت كمان، يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي، ده كل اللي انا باخده ب 50 مل. بس بتاخد كل يوم يا بابا، وهو ده الخطر. الله جمالك يا تامر، يا اخي ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايزين مني ايه؟ حاضر. قال احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد، ويا ريت نافع. ما اتجوزتش انت ليه بقى يا سبع؟ ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش مال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني. عشان كده يمكن ده اللي خلاني خايف، مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم ده النسوان فار، كل واحده عايزه تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. المساواه، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستيب، ما ينفعش ضعاف، لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجه، النسوان هي اللي بقت مفتريه. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحده متجوزه واحد ومحتكراه، مع ان الحكومه مانعه الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحده واثنين وثلاثه مش هيبقى في عوانس في البلد. الله ينور عليك. الله يفكر. طب بس ازاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه، بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا ما بقولش. ابعد، خش تعالى. على الباب اهو، الباب اهو.
يا ليلى. ليلى ايه يا بنتي؟ بقالي ساعه بنادي عليكي، سرحانه في ايه؟ مفيش يا ماما، كان نفسي اربيها يا ماما. ياه، هنرجع للحكايه دي تاني؟ حاسه ان ربنا بعت لي بنت يعوضني بيه عن العيال وانا رفضت. طب ده كانوا قالوا انها بنتك وانت مش عايزه تقولي. انا مش عايزاكي تجيبي سيره الموضوع ده تاني خالص ولا تفتحيه. يلا يلا قومي، في فيلم حلو في التلفزيون، يلا قومي عشان نتفرج عليه. لا انا حنان، تصبحي على خير. براحتك، وانت من اهله يا بنتي. تعالي تعالي، قلتي لي اسمك ايه؟ خدمتك سناء. تعالي يا سناء. حاضر. اقول لك هتعملي ايه؟ هتسلقي اللحمه دي وتعملي رز ابيض وشويه بطاطس. ها؟ حاضر يا ست هاني، حاضر. ده بعد ما تروقي الشقه، عايزه اشوف شغلك. طبعا ان شاء الله، هتتبسطي مني قوي يا ست هاني. استاذ ممدوح لما يصحى تعملي له قهوه مظبوط. حاضر، من عيني. عيني يا ست هاني. موبايلي كان هنا فين؟ اهو. طب يلا بقى روحي المطبخ، تعرفي على مكان البن والسكر وعيشي حياتك بقى. ماشي. صباح الفل يا جمال. صباح الفل يا حبيبي. اتفضل. صباح الفل يا راجل. الو. ايوه بيت، انت فين يا ابو؟ رصيدي خلص. فداك على المحل اهو. يلا فين يا انت تشتغل؟ ورقه اهو. ايه الحته المرت خدت شحنته امبارح؟ صباح الفل يا نيل. انا بيتا ما تلغيش، احسن انا مصدع وتعبان معاك الشغل. خد يا نيل. فين يا صباح الفل. خد هذا الدواء واشقلب في الهواء. ابويا بيتا. ايه؟ طبعا يا نيل. خلص شغل وكلمني يا نيل. السلام عليكم يا عمو. سلام اخويا. الواد ده كان بيعمل ايه؟ انا قلق. ولا حاجة يا ابو، ده كان جاي بس كده بيسلم عليا. اتفضل يا ابو. سلم عليك. صباح الفل يا ابو. الواد ده بيشم كل ما تبعد عنه خالص. لا خلاص بطل يا ابو، دلوقتي بيضرب وشاب كده خفيف. تتهرج معايا روح امك. بقول لك تبعد عنه يبقى تبعد عنه. يلا روح على الورشة. ان شاء الله. اسمع انا. خد الشنطة اللي هناك دي وديها لعمك سيد. حاضر. قول له هي دي العدة اللي طالبها اللص حالا. حاضر. ما تحرك يا لما انا بتكلمش ليه على الصبح. ماشي. انت حاطط الشنطة دي ايه يا ابا؟ يا عم شيل وتسهاتك. ها؟ ربنا يستر ان شاء الله. خلي بالك اخواتك يا بنت يا سعاد. خفش يا عينيك. امسك يا حزه، ابويا بعت لك دي. ايه دي؟ دي الشنطه اللي راح الحامل. تسلم على ابوك. يلا اتكل انت. الف سلامه يا عم سيد. الله يسلمك. تروح سعيد. تروح كده في سعيد. الله يكرمك. اركب يا بارك. ركبنا يا سيدي. انت في حد جاي معاك المطار؟ انت. انا؟ ايوه. خش جوه يا بنت. يلا اكشفي. يلا يا اسطى. على السلامه يا ابو. الله يسلمك يا سعيد. روحي بقى دلوقتي. كلمني يا سعيد. ان شاء الله اللي هو نصيبه هاني. واتغدى يا اخويا وكل كويس. هو في اكل بعد اكلك يا هاني؟ ربنا يخليك يا سيدي. يلا يا اسطى. ما تخبصي بقى يا اما بقى. اسمعي خش جوه يا بنت. فرقية بقى. فرقية. ما تحترم نفسك يالا. الله ما حدين يرجو. شافي يا سيدي بترسم يا سيدي. مع السلامة.